السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته امبارح بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وده لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. وأشار السيد الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفيين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. كمان امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه هيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت لسفر هؤلاء الحجاج المتوفين بعيدا عن الأطر النظامية ونظام السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم حتى سفرهم الخدمات اللوجستية. كمان أشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى. تفاصيل وأخبار أكثر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام الجثامين الخاصة بالمتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. وتوجيه الرئيس السيسي يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم ليهم خلال هذا الحدث المؤسف. امبارح صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه هيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين بعيداً عن الأطر النظامية وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أنه هيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى. امبارح أكدت وزارة الخارجية أن القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة اللي أوفدتها لمكة والمشاعر المقدسة بتواصل التنسيق مع السلطات السعودية وبعثة الحج الرسمية المصرية للوقوف على أوضاع كافة المواطنين المصريين المتواجدين لأداء مناسك الحج. وبتقوم فرق العمل القنصلية بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، ومطابقتها مع بيانات المواطنين اللي أبلغ ذويهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى الشرق عرفات ومجمع المعيصم الطبي. امبارح أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من إجراء 2,245,738 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة اللي بتشملها المبادرة، وده منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018. امبارح أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة اللي بتؤثر على القضبان والمعدات، وأكدت أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة. وزارة الداخلية وجهت مأموريات لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف المحافظات لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتوزيع ملابس العيد وهدايا عينية عليهم وتنظيم بعض الاحتفالات والجولات الترفيهية. استمرارا لدور وزارة الداخلية في دعم كافة الفئات بخاصة الأيتام، وجهت الوزارة مأموريات من الضباط من مختلف مديريات الأمن إلى دور رعاية الأيتام لتقديم الدعم والمساندة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر هنا. زيارة النهاردة فرقت جدا مع الأولاد بالألعاب اللي هم جابوها والقعدة معاهم، طبعاً دي بتفرق في نفسيتهم جداً جداً جداً. نشكر الرئيس جداً على كل المبادرات اللي هو بيعملها، سواء في المشاركة المجتمعية أو في مع الأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة الضباط جم وفرحونا وجابونا ألعاب، وكل يوم عيد بيجونا وفرحونا. بنشكر رئيس عبد الفتاح السيسي وبنحبه جداً، وهو دايماً مهتم بينا.
المأموريات قامت بتوزيع هدايا على الأطفال الأيتام، وهو ما أدخل الفرح في نفوسهم وزاد من شعورهم ببهجة العيد وأجوائه، وثمنوا غاليا ما تبذله وزارة الداخلية من جهود على الصعيد الإنساني لدعمهم على مدار العام. بنشكر السادة ضباط وزارة الداخلية على إدخال البهجة والسرور على الأطفال بدار الأيتام، كما عودونا دايما هم بيجوا في كل مناسبة بيدخلوا البهجة والسرور على الأطفال وبيشوفوا كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وده يعني بناء على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنتوجه له بالشكر والتقدير على ما يفعلوه مع أولادنا في دار الأيتام. مشاركة وزارة الداخلية الأيتام بفرحة العيد امتدت إلى اصطحابهم إلى المحال التجارية وشراء ملابس العيد لهم. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان وما فيش بينا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر مبسوطة جدا للضباط جابوا لنا هدوم عيد، وبشكركم كونوا سامتوا طيبين. فرحانة قوي الضباط جابوا لي طقم العيد وفرحانة قوي، واخدنا كل حاجة واخدنا لبس العيد. شكرا لكم. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد، واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي الاحتفالات مع الأيتام أخذت طابعا من الأجواء الترفيهية، بعدما قامت الوزارة بتنظيم احتفالات متنوعة لهم بعدد من الأندية تفاعلوا معها وأبدوا سعادة كبيرة بهذا الاهتمام بهم. شاكرين جدا رئيس الجمهورية ان هو اخذنا وفسحنا وجاب للاطفال لبس للعيد، والاطفال كانوا مبسوطين جدا جدا. فسحنا ولعبنا وركبنا الباص، بسطنا وبنحب الرئيس وتحيا مصر. بنقول للرئيس كل سنه وانت طيب وتحيا مصر. وفي تقليد يعزز من فخر الايتام ببلادهم، قامت الوزاره باصطحابهم في حافلات مفتوحه قامت بجوله بالشوارع والميادين في اجواء غلبت عليها الفرحه والبهجه بالعيد. شكرا لك يا رئيس تحيا مصر. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد، واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها. شكرا لسيادة الرئيس، شكرا على اليوم الجميل ده. شكرا للضباط اللي لعبوا معانا النهارده. تحيا مصر تحيا مصر. بشكر سيادة الرئيس على اليوم الجميل ده. تحيا مصر.